عدد ضحايا السيول والأمطار في محافظة البحيرة إلى 25 قتيلاً، من بينهم 8 لقوا مصرعهم صعقاً بالكهرباء بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف والمطر. من جانبه أعلن محافظ البحيرة دكتور محمد سلطان أنه سيتم إقامة قرية سكنية على أرض تابعة للدولة تقدر مساحتها ب14 فدانا بوادي نطرون، وذلك للمتضررين من السيول التي اجتاحت قرية عفونة. كان المحافظ قد زار القرية أمس وطمأن الأهالي على وصول الإعانات لهم من القوات المسلحة والجمعيات الأهلية والمتمثلة في المواد الغذائية والقوافل الطبية على مدار يومين.